اتمنى في مصر يعني اني لما حد كفيف يروح يقدم السي في بتاعه في اي فرص عمل ما يترفضش لمجرد ان هو كفيف، لان احنا الحمد لله عندنا مهارات عالية جدا. فدي اكتر حاجة بتزعلني، ان واحد يبقى عنده دارس عامل يعني دارس واخد كلية واخد كورسات كتير ويجي يقدم الشغل في شغل يقولوا له مثلا هنرد عليك وما يردوش، او لا انت ما تنفعش. فدي اكتر حاجة انا بتمنى انها تتطور يعني، ان يبقى لينا فرص العمل زينا زي الشخص المبصر بالظبط. وبتمنى كمان ان الطرق في بلدنا تبقى ممهدة، ان اي حد كفيف يقدر يمشي بالعصاية. دول اكتر حاجتين انا يعني فعلا بتمناهم. انا الحقيقه عندي اكتر من حلم، بس الحلم اللي انا بتمناه ان انا الاقي كل البنات المكفوفين والولاد في مصر ماسكين عصايه بيضاء، لان العصايه البيضاء دي مهمه جدا 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 جدا، وانتوا كده كده مكفوفين، فما تتكسفوش ان انتوا تمسكوا العصايه، لان العصايه مش بتقلل من شانكم ولا بتقلل من وضعكم الاجتماعي. حلم التاني ان انا نفسي تبقى بلدنا فيها تطور اكتر من كده. يعني مثلا لما شخص كفيف يدخل بنك، البنك ما يقولهوش هات لي قريب من الدرجة الاولى، هو كده كده معاه ختم، وهو كده كده هو 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 قدير ان هو يدخل بنك ويختم كل حاجة. فدي مشكلة الحقيقة بتتسبب في أزمات لناس كتير. أنا بتمنى أنه البنك المركزي يحط قاعدة للموضوع ده، لأن إحنا مش معقولة نبقى في القرن 21 والموبايل بينطق وبيصور وكل حاجة، ونبقى بنقول لا هات لي قريب من الدرجة الأولى علشان يمضي جنبك.